وقفات مع عامر. حياكم الله وعلاكم. فنون جميلة تجمعني دائما وياكم. اليوم فنانين جميلين بفنهم الجميل جمعوني مع بعضهم. الأستاذ طلال لنا لقاء سابق، واليوم معنا ضيف جديد الأستاذ فهد. حياكم الله. وحياك الله يسلم. بس أعطونا فكرة، كيف بدأت أنك سويتوا معرض مشترك مع بعضكم؟ طبعا أنا وطلال أصدقاء من صداقة، يعني سنوات مشاركات معارض جماعية ما شاء الله، ودائما بين لقاءات في فنية سواء أو في كوفي أو حوارات فنية وكذا ما شاء الله. فكان عندنا موضوع اللي هو المعارض المشترك اللي كان 2019، احنا نشتغل تجربة جديدة أول مرة تطرح، يعني نرسم مع بعض، نشتغل على العمل الفني مع بعض. جميل. الحمد لله نجحت. نجحت في تحت ظل مؤسسة معهد مسك الفنون، تمنوا المشروع ونعرض الحمد لله في مسك الارت فير الماضي. طبعا كان صدى المعرض الحمد لله، شهادة الجمهور والنقاد والكتاب. لا اكيد ما دام انتم اثنين، يعني شخصيكم طيب وفنكم متميز اكيد بينجح ان شاء الله. اخوي طلال، مين اختار الاسم؟ اسم المعرض قرري اللي سوينه. اتوقع اثنين والله، اثنين اخترنا مع بعض حتى هذه اتفقوا مع بعض علينا يا جماعه الخير. طب كيف الفكره، كيف جت اذا تشاركونا معنا؟ والله يعني زي ما قال فهد، احنا دائما نجتمع ونلتقي ونسولف دائما باستمرار عن الفن. يمكن المعرض اللي فات مثل ما برضه ذكر فهد، اشتغلنا مع بعض على اعمال. المره هذه فهد على الاعمال وانا لي اعمالي، فكانت الفكرة إنه يعني نجمع أعمالنا مع بعض في مكان واحد ويكون فيها معرض. ما شاء الله تبارك الله. في النهاية الأعمال يعني كيف نقولها، يعني كيف تطلع؟ يعني وجود أعمال فهد وأعمالي في نفس المكان برضو يعني تضيف أكثر، تضيف أكثر قيمة وتعطي تجربة برضو يعني فريدة صراحة، يعني مش بس إحنا، يمكن أي حتى الفنانين الثانيين، بس قصدي وجود أعمال متنوعة في مكان واحد تعطي له قيمة أكثر، تعطي خلينا نقول يعني تجربة جديدة للزائر. بس أنا لاحظت يعني اللوحات مشتركة بينكم، لكن في برضو طريقة الرسم مشتركة ما شاء الله، يعني في اشياء لمسات بعض اللوحات احسكم كنكم متفقين على نفس الاسلوب. لا ما هي طبعا بالنسبه لي انا لي اسلوب ولا اسلوب، بس كيف انه يعني كون طلاب فنان محترف هذا يعني ياكد على انه العمل ناجح. حتى لو كان الاسلوبين انه مختلفين يعني طلال خطوط واضحة، أسلوب الخاص فيه، أنا عندي أسلوب خاص، بس الحمد لله أننا نجحنا، قدرنا أن تكون منسجمة في عمل مشترك، عمل مشترك بشكل يعني انسيابي، وكان هذا عنوان المعرض اللي هو انسياب. فكانت تجربة جدا ناجحة وإحنا راضين عنها طبعا كل شيء يعني ما شاء الله. طيب لو نقول نبغى نعيد فكرة المعرض مرة ثانية باسم مختلف كهوية مختلفة، ايش تسمونه؟ ما اعتقد ان راح نعيد التجربه هي مره ثانيه خلاص. هي طبعا يعني هي اهم شيء انك تاكد حضورك، تطرح تجربه صحيح، مو بالضروره انها تكون مشترك. يعني احنا كان لما حطها اخرى السنه هذه لانه في معرض مشترك طبعا منفصل، يعني ما هو نفس فكره المعرض هذا، يعني مشترك ثنائي الثلاثي الرباعي ان شاء الله طبعا هي المعتادة. نحن اشتغلنا على التجربة هذه برضو، لكن المنظور انه معرض ثنائي.
الحمد لله كان برضو معرض ناجح في ظل هالظروف اللي حتمت على الجائحة، لكن الحمد لله قدرنا نسجل حضور جيد. و الحمد لله. طب لو نبغى نشوفكم في معرض ثاني قريب، متى نقول لوحاتكم تكون موجودة معنا؟ ما نقدر نوعدك، لكن كل حتى الحديث يعني. على فكرة كان في موعد سابق قديم جدا بيني وبين أخوي الفنان طلال، تذكر موعدك؟ وعدك لي؟ ايش كان وعدك لي؟ ما أتذكر. ما أتذكر. شكلك شيبت. وأنا حسب نفسي شيبت. كان مفروض بيني وبينه وعد إنه يعزم عنده في المرسم. وهذا وجه الضيف. الكلام هذا من سنة شوية. إي والله. شرفنا والله. لا هذا كان وعد بيني وبينه، تذكر؟ أتوقع يمكن الكورونا جت وحسيت. لا. هذا إذا ما كنت غلطان في مارس 2019. لا فبراير 2019. لا يا ربي استغفر الله العظيم، في ديسمبر 19. ايه على بدايه الكورونا. لا الكورونا كانت في فبراير شهر 2، عدى عليها الحين سنه ونص. فلو نبغى نسال نفس السؤال الحين لاخوي الفنان فهد، ايش تقول رايك؟ تقول لنا ممكن؟ والله نقدر نقول سؤال محرج، احب احرجهم شويه بس لكن نسمع. ان شاء الله نكون يعني كتجربه المعرض الثنائي هذا احتمال وارد ان تكون في مثل مكان اخر. صحيح. صحيح. طبعا بعد ان شاء الله نزور الغمه ان شاء الله المسلمين، و احتمال يكون معرض ثنائي لانه وارد كثير يعني في مشاركات بينهم دائما الثنائي الفني كثير يعني هو موجود بين اغلب الفنانين يعني. صحيح. الثنائي الثلاثي هذه انهم يطرحون تجاربهم في كذا يعني مدينه او في كذا مشاركه جميله اساسا اعتقد لما يشارك يعني فنان مع بعض ياتي زي ما تفضلتم يعني شغل اكثر للمعرض كنوع من التنوع لانه ما شاء الله كل واحد فيكم له هويته وله مكانته طبعا هي طبعا الفن التشكيلي اي طبعا يعني هم كيفراء للساحه التشكيليه بالضبط وان شاء الله نقدر الاهم ان نقدر نقدم برضو تجربه اقوى من التجربه اللي احنا نشتغل عليها في التجربه الجديده ان شاء الله حتكون اضبط بسبب يمكن يكون الجائحة عدت علينا يكون في تفاعل أكثر الناس لسه الفترة هذه خايفين إنه يتجمعوا لأنه لوحات جمالها وكل فنان له رسالة ما شاء الله عليكم أنتم أصحاب رسالة فجميل أشوف إنه يدي أساس فادي طالع علي يوم هذا يقول لك صدوحي هذه نقول إن شاء الله ما يعني ما شاء الله عليكم دائما نقول كل فنان صاحب رسالة ورسالتكم جدا جميلة أتمنى لكم التوفيق وشكرا لدعوة استاذ طلال تشرفت بوجودي معاكم وتشرفت لي بمعرفتك الله يخليك والله الشرف لي يسعدك ربي واحنا محظوظين باللي نطالع قناتك الله يسعدك بالعكس لي الشرف ودائما نقول منكم وليكم الله يخليك كل الفن الله يسعدك واصلوا بالعكس انتم الان قاعدين تدعمون الساحه الفنيه بهاللقاءات الجميله على اليوتيوب الله يسعدك الله يسعدك نتشرف الله يقويكم امين وياكم ودائما نقول لكم وقفات معامر منكم وليكم وإن شاء الله يكون ثاني قريب في أحد المعارض إن شاء الله فنانين الجنوب الطيبين نسوم الخير شكراً.